بدل 250، يعني جبنا كهرباء زيادة. مرة أخرى يحاول وزير الطاقة جبران باسيل معاقبة العاصمة بيروت بحقد دفين، إذ ينتظر أن يطرح على طاولة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء بندا متفجرا وغير بريء من شأنه أن يثير جدلا واسعا. ويتعلق هذا البند بتخفيض ساعات التغذية في التيار الكهربائي في بيروت وزيادة التعرفة على فاتورة الكهرباء، مما يعني ساعة انقطاع كهربائي إضافية في العاصمة. ليست القضية قضية تغذية، وليست القضية قضية تعرفة، وليست القضية قضية هذه المنطقة أو تلك المنطقة، القضية قضية فشل وزير الطاقة في ملف الكهرباء. طلع علينا بثرثرات متلاحقة منذ سنوات، وأطلق وعودا لم يفي بأي وعد منها. كل هذه الوعود لم نرى أي بصيص أمل بها، لذلك هو يهرب اليوم إلى الأمام. يريد ربما في مكان ما أن يعاقب بيروت على موقفها السياسي، وربما يريد في مكان آخر أن يدمر الاقتصاد اللبناني. عرض باسيل هذا تحت شعار المساواة في توزيع التغذية بين بيروت والمناطق الأخرى أثار حفيظة أهالي المدينة الذين يعانون كغيرهم من جحيم الكهرباء. مش طبيعي، يعني بعلمك بتكون بنطالع بالأسانسير، أضع الأسانسير وفد بالات بالسابع بالخامس، انتو حظك. عم يعانوا الشعب كله من الكهرباء، ما بقى يحملوا أبدا، بلد ما بقى تحمي. مش معقول يعني الكهرباء يعني معيشتنا على أعصابنا، يعني هذا التأنين بدنا حنا نخلص منه. يعني ما جاينا شيء، كل مرة بيقول لك حتيجي لك حنظبطها وحيجي فيول، واخر شيء ما بيجيب شيء وبرصوا بهالمصاري. كهرباء؟ مين هذه؟ مين هاي؟ مين هاي الكهرباء؟ ما بنعرفها. فرصة سانحة للانقضاض على بيروت من بوابة الكهرباء، فهل ينجح باسيل وفريقه السياسي بإغراقها تدريجيا في الظلام؟ ليس سرا أن هذا الوزير والفريق السياسي لهذا الوزير لم يتمكن من أن يخترق بيروت. اليوم يحاول من زاوية أخرى أن يسيء إلى هذه المدينة، إلى بيروت وأهل بيروت الطيبين. وحين نقول أهل بيروت هم من كل الطوائف، من كل المذاهب، من كل الأطياف. أقول لأهلنا في بيروت، جبران باسيل يريد أن يقوم بسبعة أيار كهربائي، لن نسمح له بذلك مهما حصل، وعلى من يقف مع جبران باسيل في هكذا توجه أن يتحمل النتائج. باسيل يريد معاقبة العاصمة ومحاسبتها على أبواب الانتخابات النيابية، فضيحة مدوية تكشف كيدية جديدة بصبغة عونية، إنه بالفعل سبعة أيار كهربائي.